اللي جاي بتاع الدستور ده، واخد بالك يا شادي؟ الدستور ده بيهزر والله ساعات. قال لك ايه؟ بص، قال لك الاهلي يستقر على عوده ازارو نهايه الموسم. تعالوا بقى نرجع 24 ساعه ورا، 24 ساعه بس ورا، هات لي الدستور بتاع امبارح اهو. سلام عليك. ايه؟ جلسه مع المدير الفني ده بتاع امبارح لتحديد الصفقات الجديده والراحلين، والشناوي يرحب بالتمديد. ماشي، الاهلي يحسم تجديد عقد فتحي اليوم. ماشي. قال لك ايه بقى؟ وفايلر يتحفظ على عوده ازارو. طب احنا نصدق انهي يا جماعه؟ يعني حيرتونا والله. زمايلنا في جريده الدستور اللي كتب الخبر هو صحفي واحد بالمناسبه، كتب خبر امبارح قال لك ايه؟ فايلر يتحفظ على عوده ازارو، واخد بالك؟ هات بقى خبر النهارده تاني كده يا شادي، قال لك ايه؟ الاهلي يستقر على عوده ازارو نهايه الموسم. طب احنا نصدق انهي خبر فيهم؟ نصدق انهي خبر فيهم؟ حد يقول لنا. احمد عادل بيقول اللي بيقرا يوم الاحد غير اللي بيقرا يوم الاثنين. مش عايز اخد الموضوع في نطاق التريقه بصراحه، لكن في نفس الوقت تاني لازم اكد على الجزئيه دي، كل الاحترام لاصحابنا، هم اصحابنا بالمناسبه، كل الصحفيين صحابنا وحبايبنا، سواء اهلاوي او زملكاوي اللي كتبوا الخبر. انا عارف اللي كتب الخبر ده اهلاوي جدا، بس في نفس الوقت ما ينفعش امبارح اقرا خبر وعكسه النهارده. فبس بقول لحضراتكم عشان اوري حضراتكم الامور اللي زي دي، وعشان تتاكدوا من كلامنا. حسم مثل هذه ملفات هيكون مع نهايه الموسم فيما يتعلق بازارو مثلا. الناس ممكن تكون بتسال على موضوع ازارو، نهايه الموسم باذن الله لما يستأنف او الكره ترجع في مصر يخلص، ويبقى في تقارير من المدير الفني من لجنه التخطيط، احنا محتاجين ازارو مش محتاجين ازارو، دي حاجات بقى ترجع لهم هم. هم ادرى ناس، هم اللي بيتابعوا، هم عارفين الفريق ماشي ازاي، المدير الفني تحديدا يعني. تمام، بالتشاور مع لجنه التخطيط وكل الامور اللي حركها السيستم يعني بتاع النادي الاهلي اللي احنا كلنا عارفينه. فده بيبقى مع نهايه الموسم. كل اللي بيحصل دلوقتي دي او ده اجتهادات، اجتهادات بس، ويا ريتها انت اجتهاد واحد. لا، ممكن النهارده اقول خبر وبكره اقول عكسه عادي جدا، فانا مستغرب بصراحه يعني. لكن تعالوا نكمل الخبر. قال لك ايه؟ الاهلي بيدرس عرضين لجمعه، وده الاقرب فعلا. صالح جمعه ممكن عرض من فنلندا، فتره القيد يقال ان هي مفتوحه هناك، فلو جه عرض لصالح جمعه هيتم الوافقه، لان هو خارج حسابات المدير الفني مستر فيلر، والمدير الفني نفسه اعلن كده يعني. تمديد عقد علي لطفي بسبب اكرامي، بالمناسبه علي لطفي من الحراس المميزين جدا جدا، اكيد هيكون متواجد مع النادي الاهلي. صعب ان الاهلي يستغنى عن حارسين في وقت واحد، خصوصا لما يكون بيستغنى عن حارس كبير زي شريف اكرامي، او مش عايز اقول بيستغنى، بيوافق له يعني على طلبه بالرحيل، هو عقده بينتهي مع نهايه الموسم، فالراجل عايز يلعب، فالاهلي وافق له على كده طبعا، وهتفضل العلاقه ما بين اكرامي والنادي الاهلي ابديه طبعا، ما فيهاش نقاش. فبالتالي علي لطفي اكيد من الحراس المميزين جدا، ان شاء الله يكونوا مكملين مع النادي الاهلي خلال الفتره الجايه، ووارد يكون في تدعيم كمان في المركز ده، ده اللي هنشوفه برضو. التخطيط ترفض زياده راتب احمد الشيخ. من حق احمد الشيخ ان هو يطلب اي لعيب في الدنيا، من حقه ان هو يقيم نفسه ويطلب اللي شايفه يناسبه يعني من الجوانب الماديه. من حق لجنه التخطيط للكره والمسؤولين عن الكره في النادي الاهلي ان هم يوافقوا او يرفضوا. الموافقه والرفض دي هتكون امتى برضو؟ هتكون مع نهايه الموسم يعني، يخلص كده تقرب من نهايه الموسم، تقيم برضو الاوضاع اللعيبه اللي تستحق. بالمناسبه مستر فايلر متمسك باحمد الشيخ، واحمد الشيخ لعيب كويس والراجل مقتنع بيه يعني، عشان ممكن البعض يكون مختلف في القصه دي، لا دي حقيقه، دي معلومه، الراجل مقتنع بامكانيات احمد الشيخ. احمد الشيخ ان شاء الله مكمل مع النادي الاهلي باذن الله يعني، وهو امكانياته مميزه، ممكن يكون محتاج بعض الاضافات اللي هتيجي مع الوقت ان شاء الله. هتقول لي بقاله كتير مع النادي الاهلي، اه انا متفق معاك، بس لما يكون مع مدير فني زي مستر فايلر ان شاء الله هيظهر امكانيات احمد اكبر، كنا بنشوفها في مصر المقص. موضوع وقت، في فترات وفي مباريات عملها احمد الشيخ الفتره اللي فاتت كويسه جدا، وفي مباريات ما كانش كويس فيها، لكن باذن الله مع الثقه مع الوقت خلال الفتره الجايه احمد الشيخ يكون عنصر قوي بالنسبه للفريق يعني. ففي كل الاحوال هو حقه يطلب الجوانب الماديه اللي هو عايزها، ومن حق لجنه التخطيط ان هي توافق او ترفض، ده من خلال التقييم في الاخر والتقارير اللي بتتعمل على كل لاعب يعني مع نهايه كل موسم. طيب ده فيما يتعلق